مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي وشوطنا وشوط الختام وشوط الثالث عشر للقعدان الصعوب والمسافة 1500 متر أشواط السرعة والتحدي. شكرا لجميع الداعمين لمؤسسة الأصايل لسباق الهجن العربي الأصيلة. نلحق المقدمة والصدارة، هنالك منصور ومبارك بن علي بن عوض المريح من يقدم منصور وشوط الختام وشوط النصر. يلا يا منصور وتاني المراكز. وصل هنالك سيليل للسيد سعد بن سالم بن عويج الهاجري وثالث المراكز الجذاب ومحمد بن حسين المري والأسماء القوية والأسماء المتحدية. هنالك الله الله سليل، هنالك سليل للسيد سعد بن سالم بن عويج الهاجري وشوط الختام وختامها مزق سليل. هنالك الله يا سعد بن سالم بن عويج الهاجري. السلامات وين؟ 300 متر اخيره، 300 متر هنالك الله الله سليل، هنالك الله سليل وسعد بن سالم بن عويج والهاجري. شوط الختام مع الهاجري، شوط الختام مع التحدي وختامها مز الله. سلام يا سعد، سلام يا سعد، سلام سلام يا سليل، سلام. تهانينا لمالك سليل سعد بن سالم بن عويج الهاجري. والمركز الثاني كان من نصيب صياد حمد بن علي بن جرحم المري، والمركز الثالث كان من نصيب منصور ومبارك بن علي بن عوض المري. التوقيت الزمني ساعة وصول سليل لخط النهاية 2:15:25. جزء تهانية لمالك سليل سعد بن سالم بن عويج الهاجري.